مناقشه الاوضاع التي تتعلق بالشان الايراني واتخاذ قرارات تتناسب والمعطيات الجديده التي شهدتها ايران في الفتره الاخيره. يذكر ان حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي قد ارسل وفدا للسويد للمشاركه في هذا الاجتماع. اعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء. إخواني أخواتي المشاهدين، في البداية نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم ألف مبروك على هذا العيد. عيد الأضحى المبارك اللي هذا يعد من أعياد شعبنا الوطني، ولكن للأسف الشديد بسبب إهمال الحكومات المتتالية بإيران وعدم اهتمامها بهذا العيد بين أوساط أبناء شعبنا وعدم إعطائهم أهمية لهذا العيد وإهماله من جانب الحكومات، فراح على وشك أن يكون مهمل. ولكن إحنا نعرف أنه هذا العيد عدكم أنتم أبناء شعبنا، عيد يعد من أهم أعيادكم وتهتمون به وتعتزون به وتحتفلون به وتكون عندكم مراسيم، وهذا بالواقع هو اندل على شيء، يدل على حرصكم وإيمانكم بتقاليدكم وأعيادكم وهويتكم الوطنية. فألف مبروك عليكم هذا العيد، وإن شاء الله الله يعيده عليكم بالخير والسلام، وإن شاء الله ندعي من الله سبحانه وتعالى أن يفرج فرج قريب لأبنائنا اللي قابعين بالسجون والأحرار الذين الآن عندهم مشاكل يعني داخل السجون مع النظام. إن شاء الله الله يفرج عنهم بهذا العيد ويردون إلى أسرهم أحرار مرتفعين الرأس كما هم أحرار بالواقع. أخواني، بهذه المناسبة السعيدة الحلوة الفرحة اللي يعتز بها شعبنا، إن شاء الله راح بهاي الحلقة نبشركم بأمور يعني حصلت لإيصال صوتكم على الصعيد الدولي. ومثل ما تعرفون ومثل ما شاهدتوا البث التلفزيوني من تلفزيون الأهواز على مؤتمر اللي عقد في جنيفا، مؤتمر في الأمم المتحدة، وشارك به الوفد الأهوازي إخوانكم من حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازي. فراح بهاي الحلقة نوضح شنو أهمية هذا المؤتمر
وشنه دوره وشنه تأثيره على قضيتنا وعلى إيصال صوت شعبنا، مدى تأثيره ومدى تقبله ومدى يعني تفاعلات هذه المؤتمرات مع الواقع الدولي الآن. فإن شاء الله من خلال هاي الحلقة، ولو الوقت يعني ضيق وما عندنا مجال وما عندنا إمكانية نوضح كل التفاصيل وكل المجريات، ولكن بحد الإمكان ملخص مفيد نعطيكم أهمية هذه المؤتمرات، هذه المؤتمرات ودور أبنائكم بهذه المؤتمرات وشلون يوصلون صوتكم وبأي إمكانية. أخواني، المؤتمر مثل ما شفتوا من التلفزيون البث، عقد مؤتمر دعت إليه الدول، لأنه تقريبا كم سنة بسبب وجود أبناء الشعوب مثل أبناء شعبنا الأهوازي العربي البطل، مثل الشعوب المضطهدة الأخرى داخل إيران، خارج الدول مثلا، شعوب كثيرة مثلنا موجودة مضطهدة على حول العالم، فهذول بسبب شكاواهم وسبب تقاريرهم المكثفة وحضورهم ونشاطاتهم السياسية على صعيد المؤسسات الدولية، اضطرت مؤسسة الأمم المتحدة اللي هي تمثل تقريبا تجمع كبير من الدول، اضطرت أن تطلب من الدول أن تأتي لهذا المجتمع وتكون لها فرد عملية استجواب، ويكون لأطراف الشكاوي أطراف الدعوة تكون لها حضور هناك بالمؤسسة، ويكون يعني يبحثون عن حلول لحل هذه المشاكل. طبعا احنا لما نقول الدول، اخواني تعرفون الدول اللي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان، هي هذه الدول اللي طلبت لعقد هيك مؤتمر، وليس دول مثل دولة ايران اللي اصلا ما هي حتى نوعية هاي الدولة ما يجي عليها انه تكون دولة يوم من الايام وتدعي يا جماعة يا عالم تعالوا احنا عندنا مشاكل قومية. دولة اللي لا تعترف حتى بالقوميات اعترافا، ولا تعترف بأي شيء من حقوق الإنسان، حقوق القوميات الشعوب، يعني هاي بعيد منها. فاحنا لما نقول الدول لا تحطونها بالحسبان، انه إيران هم دعت، ولكن إيران جرجروها مثل ما نقول، لأنه هي عضو بالأمم المتحدة فجروها للاستجواب رقما على أنفها، لأن إذا ما تحضر هيك مؤتمر تكون لها إدانة من جانب المؤسسة الأمم المتحدة، فهي إجت. ولكن إخواني اللي حصل بالمؤتمر إن شاء الله كان بصالح شعبنا، وإحنا مثل ما وعدناكم وكل وقت نواعدكم وسنواعدكم مرة ثانية، إنه ما تفوتنا أي فرصة إلا وأن نوصل صوت شعبنا بأحسن الأداء وأحسن الإمكانية إلى المؤسسات الدولية، حتى لا يكون قضيتنا يعني في زاوية محصورة وتتفاعل معها منعطفات السياسة الدولية. لا سامح الله، إيران قطت رشاوي، قطت فلان، قطت كذا، قطت مثلا عقود نفطية غير للدول مثلا، ويمكن يعني تساوم على قضيتنا. لا، لما تكون قضيتنا بالمؤسسات الدولية راح تكون إلها نوع من ترسيخ قانوني دولي، ما ممكن يعني أحد يتجاوز هذه الحقوق وهذه المطالب. لما أنت تكرس قضيتك تكريس قانوني بالمؤسسات الدولية، راح يكون إلها نوع من الاستقلالية، وراح تكون إلها نوع من التحدي أمام كل منعطفات وتغييرات بالسياسة الإيرانية المستقبلية، إن كانت مصالحة مع الدول يعني ذات المصالح وإن لم تكن. إحنا عندنا استقلالية بمطالبنا المشروعة بالمؤسسات الدولية، فهذا هو الهدف من مشاركتنا المكثفة والإصرار على المشاركة في المؤسسات الدولية، والحمد لله قاعدة تعطي نتائجها. هذا المؤتمر اللي عقد